سلام، صح فطوركم؟ ان شاء الله راكم بيان، راكم لاباس، صحتكم راهي تخي تخي بيان. الوغ كيما راكم تشوفوا الطبق تاع النهار اليوم، درت كروكات تاع الاسكيمو، نبدلو شويه ماشي غير لي بول، هذوك لي بول درت الاسكيمو. الوغ راني نبارطاجي معاكم واش درت الاطباق، الوصفات الجدد منها تستفادوا وتدوا افكار. وزدت ثاني درت لكم ليكيش بواحد العجينه بزاف اقتصاديه وما فيهاش الزبده والزيت شويه برك، وتجيكم هايله كروستيون. الوغ تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر، وما تنساونيش بجيم وابوني وبارطاجيو باش نزيد لكم وصفات راهم جايين. الوغ هنا نبداو بالكروكات الاسكيمو تاعنا. هنا عندي حبه بصل كنت قطعتها كربيتها، عندي حبه بطاطا مغليه، وعندي صدر دجاج ولا نص، سا ديبون نتوما الكميه اللي راكم راحين تخدموها. الوغ نرحي كلش ونخلط كلش مع بعض، يجو بزاف بزاف بنان وهايلين ويديروا لكم كميه لاباس بيها. فوالا نخلطو كلش مع بعض. وهنا نروحو نديرو لي زيبيس. عندنا هنايا الملح، كيري دجاج، فلفل كحل وسكنجبير، نزيدو لهم شويه تاع معدنوس وهنا نزيدو شويه تاع الثوم. انا كنت مجدات وعندي ثوم مرحي، ديروا زوج سنينات هكاك. وهنا زدت شويه كركم ودرت زوج حبات بيض، تقدروا ديروا حبه. ونخلط كلش مع بعض بيان. فوالا وهنايا زدت لا شابلوغ. فوالا ونخلطو حتى ما تولناش جاريه تشد روحها. فوالا تقدروا تستعملوا هذوك الحطب، هذوك تاع ليزيسكيمو ام كاينين يتباعوا، انا ما عنديش. كان عندي هذوك تاع الشوا، هذوك مطارق تاع الشوا تاع الحطب، كنت قسمتهم هكا قطعتهم وخدمت بهم. فوالا كيفاش جاني، يجو شابين بريستيج. تقدروا كيما راهم ديروهم في البيض ابخي تزيدو ديروهم في لاشابلوغ، مي انا درت كلش على ضربه ديراكت. فوالا سهلين، ما ياخذوا لكمش كامل الوقت. وهنا راني نقلي فيهم، شوفوا كيفاش ولاو حمار والله الله. وهنايا نروحو نديرو المرقه تاع الطبق تاعنا. هنايا تحبوا ديروا الدجاج، تحبوا ما ديروش، ديروا غير بالجومبو ولا بكركاسه تكون عندكم اللي نحيتو منها الصدر. هنا كان عندي شويه دجاج درتو جناحتين، درت الملح، البصل، فلفل كحل، سكنجبير، كيري دجاج، وخليتهم يتقلاو، زدت لهم الحميصه ومرقت وخليتهم يطيبوا، وزدت قليت معاهم البطاطا وهاوليك الطبق تاعنا.
طاجين كروكات الإسكيمو. وهنايا نروحو نحضروا العجينه تاع لي كيش تاعنا. هنا عندي درت 3 كيسان فرينه، نص مغرف خميره تاع الخبز، نص مغرف سكر، هنا ندير مغرف لحظه، اذا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. هنا مغرف صغيره ملح، وهنايا ربع ربع كاس زيت. في بلاصة اللحظة تقدروا تلموا بالحليب، وهنايا الماء دافي نلم به، تجيكم هايلة بلا زبدة، ومع الزبدة راهي غالية واقتصادية. فوالا نعجنو. فوالا العجينة ما تجيش تلاصق في اليد، تجينا رطبة. فوالا نخلوها تخمر واحد نص ساعة هكا. وهنايا رحت درت الحشو، درت حبة زروديا ربيتها، حبة بصل قليتهم، زدت لهم بولي اشي، شويه بولي اشي، درت لها لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، كيري دجاج، وكركم، وسكنجبير. خليتهم يتقلاو مع بعض. فوالا، وهنا رحت ندير في ليمول تاوعي، درت العجينه. وهنايا درت 3 حبات بيض، كريم فخاش، فلفل كحل، فرماج، والملح، نديرهم فوق الحشو تاعنا، وزدت الفرماج من الفوق. فوالا نطابولي كيفاش جاوني، جاوني هايلين. شوفوا كيفاش جاوني من الداخل. وهنا بالنسبه للتحليه درت فلون عادي، وكانت عندي لا شونتيي شبحته هكا من الفوق، وزدت زينته بهادو محبات تاع التوت، هادو تاع التزيين. فوالا، وزدت له من الفوق فو بيستاش، هذاك الكاوكاو اللي يجي فيه كولورون فيغ، هايل للتزيين. فوالا، هذه هي كانت التحليه تاع اليوم، وان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم تاع اليوم. ما تنساوليش جام وابوني وبارطاجيو باش نزيد لكم وصفات. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحكم، وربي يفرحكم ان شاء الله، وسلام.